Never let go of me. اليوم جايب لكم متجر روز لبيع الساعات والنظارات، من افضل المتاجر الموجوده حاليا لبيع الساعات والنظارات الرجاليه والنسائيه. عندهم منتجات رهيبه وعندهم عروض رهيبه في هذه الفتره، الحق عليها. جميع النظارات والساعات اللي متوفره بالمتجر بمبلغ 99 ريال فقط، وعندهم عرض اي نظاره تاخذها راح تاخذ معها واحده ثانيه مجانا، يعني عروض رهيبه لا تفوتك. عندهم مجموعه من الاقلام ومجموعات الاطقم النسائيه والرجاليه برضو. متوفر عندهم خدمه التغليف لاي منتج موجود عندهم. رابط متجر روز موجود تحت في الديسكربشن، ولحق على العروض الرهيبه اللي موجودة عندهم. الحدث المنتظر، نعم يعني نهاية اللعبة وينزلون حدث قوي زي كذا. المفروض وشو؟ المفروض يجينا لعيبة في الباكجات. مقطع اليوم فيه باكجات كثيرة، وبنحاول في هذا الجزء لين يطلع لي شيء. يعني الجزء هذا الصراحة خذلني كثير، مو بنفس الجزء الماضي. الجزء الماضي دلعت الصراحة، بس الجزء هذا يعني يا وراكم. فإن شاء الله في مقطع اليوم راح تنكسر هذه العقدة ويجينا واحد من اللعيبة ذولي على الأقل، أو من الأيكونز أو أي شيء سوبر، لأن برضو في تحدي أيكون بسويه أو مسويه ومخلص يعني مع 19 ترقية. وفي تحدي موجود عندنا في التحديات، خلوني اوريكم، اللي هو هذا 10+84، وعندنا هذا 93. ياتي من السيزون يا من الخضر، بس هذا ما يطلع لعيبه قويين، بس يعني مسوي يا اخوان وش ورانا. ومعنا برضو 1,100,000 راح نفجر فيها باكجات. بس قبل لا نبدا، اذا حاب تشتري كوينز متجري تحت لبيع الكوينز، واذا حاب تسوي هذه التحديات اللي انا مسويها الحين وتسوي كل هذه الاشياء، عندك متجري تحت في الديسكربشن، ارخص متجر موجود بالسوق. مثل ما تشوفون عندنا تحدي ايكون ترى هنا، وفي برضو عندنا ترقيات. طبعا الحدث مليان لعيبه، ترى كل اللعيبه اللي في الاحداث نازلين. طبعا مددت العروض، تذكرون انا بقول لكم في عرض، مددت العرض لكم، زائد ان نزلنا الاسعار. فاول شيء ببدا فيه اللي هو الترقيات هذه. شوفوا عندي زائد 86 واحد، بعدين عندي ذولي 80 80 80 80، فان شاء الله يجينا شيء. يلا يا رب، بسم الله. اول ترقيه عندنا، اول ترقيه بنحسب كم يجينا من الحدث. حلو، ما جانا حدث، اي حدث طبعا، لان هذه يعني ضعيفه تعتبر، اللي هي 80. خلينا نشوف. ها، ثاني واحد ما في حدث، الثالث سكيب. ها، اول حدث بس مخيس. وش تمخيس يا عال؟ ذا في وقته ما لعبه، وهو نازل في وقته ما لعبه. طيب شوفوا يا اخوان السحر، سحر الكوع. شوف الحدث، ستونس عادي، ستونس مبدع مع بيب، يحط لك حدث 83. وشو له منزله زي ذا كعبول، ما ادري اسمه، ولا كعبول ذاك كان مدافع. يعني اعطونا حدث قوي ريت على الاقل عشان التحديات اللي بعده. يا ابن الحلال وكاوت، ما انا راضي ذهبي، بس يرحم شيبانك ودام تراوري. يلا سوبر سب يا اخواني، راكب، مع اني ما اتوقع انه ينفع الحين، خلاص. طيب يلا تعال انت، مشكله ما جاء فيها وكاوت يا عيال. صح جاء حدث، بس حدث سيء. وكاوت ما جاء، إذا حاب تشتري كوينز متجري تحت، لا تفجر باكجات، إذا اشتريت كوينز لا تفجر باكجات، روح اشتري اللاعب اللي تبيه. طيب الحين يعني ما طلعنا إلا بثلاثة حدث وبدون ووك أوت، خلونا نحفظ. هذا أربع اختيارات كلهم زائد 86، فلازم يجينا في شيء بعد الأيكون. يلا بسم الله، 86. يعني جابوا لك حدث بس وش حطوا لك؟ بنزيما أقوى واحد. فأنت بتاخذ بنزيما لأن هذول يعتبرون ريت. طيب تعال كريم. تعال كريم، والان وقت الايكون يا اخوان. بعد الايكون عندنا ذاك الاختيار 93، وعندي باكجات، ويمكن نلعب مباراه لو جانا لاعب كويس. راح اطلع وادخل من الالتيميت، هذه الحركه كنت اسويها السنه اللي فاتت، بجوني لعيبه كويسين. بغمض وامشي عليهم واحد واحد. يلا. يلا اضغط الجير. حلو، ضغطنا الجير، اول واحد سيء. يا سلام. يعني بس انه في نهاية اللعبة ما ينفع. ها؟ والله يا اخوان غريبين. صح؟ غريبين الايكونز، انا اقول هذا من اغلى، المشكلة من اغلى. ماكاليلي ذا ما ادري شو اسمه امه، يعني هو كويس بس انه كويس يعني قبل شهور يا اخي. الحين ما ينفع. خلينا نشوف من اغلى، بشوف فتبن. اما ذا ما يوصل 100 اللي في النص. طيب ذا اللي مسكتني، هذا 100 ابشركم. حلو، مدري شلون باخذ الريت. خلاص ما استفدنا من تحدي الايكونز ولا شيء، تحدي الايكونز هذه السنه سيء. صح انه جاني الظاهره بس يبقى سيء. بروح اسوي التحدي اللي موجود الحين في التحديات وان شاء الله يجينا شيء. بس قبل عندي 10+84، بسم الله بسم الله. اوهو وشو ذا؟
ريت بيساكا. طيب بيساكا من مع بيساكا؟ من مع بيساكا؟ يا سلام ليفاندوسكي. يا ليفاندوسكي نشبة ترى. عندنا باكجات هنا بعد. عندي باكج 500,000. وش تحطوا باكج جديد؟ 250 لاعب يا ساتر. هذا 500، هذا 400 اقصد، هذا 500، هذا 100 لاعب، هذا 15 لاعب. باكج قيمته 500,000. 500,000 كوينز. بسم الله. هذه النهائية. وش ذا؟ يلا لاعب الهلال يلا. اقول اعطوني اعطوني بعدها شيء كويس. بلا لاعب الهلال ومسوي سكيب الكور. بلا لاعب الهلال بلا خرابيط. اعطوني معه واحد كويس. وش ذا؟ ما شاء الله. الله 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 الله. او مندي، مندي وش قوي. عبد الله وانت بداية اللعبة صح؟ اي والله من بداية اللعبة. بس كم حدث؟ يا اخي بس ما في من الايكونز او الحدث البرتقاليين، برتقاليين ورديين. باقي معنا 600,000 بنستعملها في باكج زيادة، بس قبل بنسوي هذا الباك اللي هو زائد 83. زائد 93. يطلب 89 و87. والله يا عيال لازم يجينا شيء عاد كويس. وش ذا؟ خلاص خلاص اذا بتشتري كوينز اشتري اللاعب بس اللي تبيه. والله اشتري اللاعب اللي تبيه وامشي. احس الباكجات والترقيات هذه السنة سيئة. ناس كثير يتفقون معي. مستانس وتسكت ها؟ مستانس وتسكت ها؟ ضف ضف ضف. ضف وجهك بس لعد شوف. يطلب تيم اوف ذا سيزون ذا. اوكي كويس على الاقل ريت فهمتوا انا لان عندي تيم اوف ذا سيزون. شكلي زاحف يا عيال بالريت. الا والله اني زاحف. بس هذا حدنا يا اخوان. اختيار 93 من تيم اوف ذا سيزون او الخضر. يا ناس التحدي ذا من يوم نزل ما طلع لي منه شيء. مع انه اختيار قوي هو. كم لاعب الظاهر؟ الظاهر ثلاث لعيبه. اربع اختيارات. بسم الله بسم الله. بسويها نفس الشيء ها، بضغط بعدين بالف على اللعيبه. يلا طلعوا. اضغط بالجير. اول لاعب هذا يا عيال طلع لي 94 مره على عدد الريت حقه. هذا 93 مره. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا اخي نهاية لعبة يا يهودي. اوكي بسوي التحدي الاختيار من الاحداث كلها. اختيار من كل الاحداث. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه ماني حلو ماني 92. شفت شو ادري ما يجيب سعر ولا شيء بس على الاقل ريت فهمت تستفيد منه بالتحديات. تفضل ها 30,000 ادري انه 30,000 بس تستفيد منه. صدقون ماني الظاهر اعلى ريت جاني من بعد الايكونز. الايكون الواحد يعني اللي جاني. والله العظيم. ماني كان اعلى واحد. يمديني افك ال 500 ذا ثاني مره يا عيال. يمديني افك 400. اه والله تدرون بفك 500. يلا على امل يجينا شيء. على امل عزيز المتابع اذا بتشتري كوينز لا تفجر فيها بكجات نفسي. شفت انت راح اشتري اللاعب اللي تبيه. هافرتس اللي يقهر كنا يطلعوا لك ناس سكتون. هل هي رساله من فيفا يعني؟ انا بفهم انا. لا انا بفهم يا ايه. هذا وش جاه ذا؟ ها؟ يا ربي الحدث هذا عدوي لين يوم الدين هذا الحدث. اوكي يلا نحفظه ثاني مرة نسوي هذا التحدي وحنا مبتسمين. لازلنا نبتسم يعني. شوف والله هذا على الاقل يجيب ريت. على الاقل يجيب ريت افضل من البكجات اللي في السوق. انا مستغرب من ذا الشيء. بسم الله سويتها ثالث مره يا اخوان. بيخلص النادي على ذا التحدي. يلا ان شاء الله ان شاء الله. انا لله يا ذا الحدث. لا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. ما اقول الا يلا على الله فيفا. سعر 80 ريت تكفى مع احد تكفى. يا الله يا الله يا السوء. دقيقه هم مش قصتهم هم يطلعون لي ناس يسوون اشياء مستفزه.
هل هذه رسالة من فيفا؟ طب ما في آيكون؟ يخرب بيتكم يا شيخ على بيت لعبتكم. وسوينا تحدي للمرة الألف. بسم الله. يلا نحفظوا أنتم. سكيب. مو بسكيب، افتح أقصد. أوكي 10 لعيبة زائد 84 مرة المليون برضو أسويه. يا أخي ما هو معقول يا عيال، كل ذا البكيجات القوية ولا جانا شيء. والله صدق ترى صدق شكلي بأقلب السلسلة. وشو؟ تجارب بدل البكيجات. أصير بالكوينز أشتري لعيبة وأجربهم. والله من جد أفضل من البكيجات ذي. 10 زائد 84. يا الله الحدث ذا يا رب اعفك رضا. سكيب سكيب، ما بشوفك. مو معقول. في عظة وعبرة بهذا المقطع. اذا حاب تشتري كوينز ما تجري تحت لبيع الكوينز. بس وش العظة والعبرة؟ انك اذا شريت كوينز اشتري لعيبة او سوي التحديات هذه. يعني سوسون سوى هذولي، لا تفجر باكجات، لا تسوي نفسي، لان نفسي انا يعتبر خسارة. على العموم يا اخوان وصلنا لنهاية مقطع اليوم، مقطع بسيط، مقطع باكجات. توقعت بيجي في شيء بما ان الباكجات قوية، بس ما جاء في شيء للاسف. يعني خذلونا فيفا. ان شاء الله في الحلقة الجاية يجينا شيء. يعني لازلت متأمل انا بلاعب كويس بيجيني. اذا حاب تشتري كوينز متجر تحت ربيع الكوينز او الرابط عندك بافضل الاسعار وارخص اسعار موجودة في السوق وافضل خدمة. فبس هذا اللي كان عندي. اتسلاكم الاشتراك ومع السلامة.